بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائي معكم في هذه المحاضرة الصوتية في مقياس الحريات العام، والتي سوف ندرس فيها بحول الله عز وجل موضوعا جديدا، وهو ضمانات ممارسة الحقوق والحريات العام. إن ضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة كثيرة ومتعددة، ومن بين أهم هذه الضمانات نجد الضمانة الأولى، وهي وجود دستور للدولة. يعتبر وجود دستور في الدولة الضمانة الأولى والرئيسية لحماية الحقوق والحريات العامة ولتحقيق نظام الدولة القانونية. فالدستور هو من يقوم بتعيين نظام الحكم في الدولة، ويبين وضع السلطات العامة فيها وكيفية ممارسة هذه السلطات لوظائفها وحدود اختصاص كل منها، كما أنه يحدد ويضع الحقوق والحريات التي يمكن أن يتمتع بها الأفراد، إذ أن هذا الأخير يعتبر بمثابة قيد على سلطان الدولة. كذلك من بين الضمانات التي نجدها قد أقرها المشرع لحماية الحقوق والحريات مبدأ الفصل بين السلطات، وهو إحدى المبادئ الشهيرة التي أتى بها الفقيه مونتسكيو بعد أن كان النظام الملكي سائدا في العصور السابقة، وكانت جميع السلطات تركز في يد الحاكم، مما جعل حكمه يشبه نوع من الدكتاتورية، وهو ما دفع بالفقيه مونتسكيو إلى ابتكار هذا المبدأ. ويعد مبدأ الفصل بين السلطات في هذا المجال الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكون الفصل العضوي أو الشكلي، فيكون هناك جهاز يستقل بأمور التشريع أي السلطة التشريعية، وآخر يستقل بأمور التنفيذ السلطة التنفيذية، وجهاز ثالث يستقل بأمور القضاء أو ما يعرف بالسلطة القضائية. فإذا تحقق ذلك وصار لكل عضو اختصاصه المحدد في الدستور والذي لا يستطيع تجاوزه، امتنعت شهية اعتداء أي من هذه السلطات على الأخرى، لأن السلطة توقف السلطة. ثالثا، مبدأ تدرج القواعد القانونية. فمن الثابت أن القواعد القانونية في النظام القانوني للدولة ليست في مرتبة واحدة من حيث قوتها وقيمتها القانونية، فهذه القواعد تتدرج بحيث يكون بعضها أسمى وأعلى من بعضها الآخر، وهذا ما يستوجب خضوع القاعدة الأعلى منها شكلا ومضمونا، فيكون بذلك دستور على رأس هذه القوانين. رابعا، الرقابة على دستورية القوانين. تتم هذه الرقابة بواسطة رقابة سياسية أو رقابة قضائية، وتعمل كل منها أي كل من الرقابة السياسية والقضائية على التأكد من مدى مطابقة العمل التشريعي والتنفيذي لأحكام ونصوص الدستور، حيث أن عدم تطابق يعني إلغاء القانون الذي لم يطابق أحكام الدستور. خامسا، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. تكون هذه الرقابة من خلال رقابة أو هيئة قضائية أو ما يسمى بالقضاء الإداري، ويتجلى عمله في مراقبة أعمال الإدارة ومدى مطابقتها للقانون. أعزائي الطلبة، كان هذا بالنسبة لأهم الضمانات القانونية التي تم وضعها لحماية الحقوق والحريات. نلتقي في حصة أخرى بحول الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.